أثناء الامتحانات نذرت إن نجحت أن أصوم 7 أيام متتالية، وبعد أن وفقني الله ونجحت بدأت أصوم النذر، ولكنني لم أستطع مواصلة الأيام 7 فصمتها متفرقة، فهل فعلي هذا صحيح أم يجب علي إعادتها متتابعة؟ وما العمل لو كنت لا أستطيع صيامها متتابعة؟ إذا نذر الإنسان صيام أيام متتابعة وجب عليه الوفاء بنذره وأن يصوم هذه الأيام متتابعة، لا يجوز له تفريقها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر طاعة. وما ذكرت السائلة من أنها صامت الأيام ولم تستطع المتابعة فيها تكون قد أخلت بالوفاء بنذرها، فهي إذا كان قطعها للتتابع لعذر كما ذكرت فإنها تخير بين أمرين: إما أن تستأنف تصوم الأيام من جديد متتابعة، وإما أن تكمل ما بقي ويكون عليها كفارة يمين، وكفارة اليمين معروفة: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوة 10 مساكين لكل مسكين ثوب استره في صلاته، تخير بين هذه الأمور الثلاثة. فإذا لم تستطع واحدا منها فإنها تصوم 3 أيام. نعم.